حابب اسمع منكم برضو لو حد عنده استفسار او سؤال مثلا في ذهنه عن اي حاجه، ممكن ان هو يكتب لنا في الشات ونجاوب مع بعض، يعني معانا يعني ربع ساعه كده نجاوب فيها على اسئله. بتهيألي يعني رانا كاتبه ممكن تقترح علينا حد يراجع السي في. تهيألي المنتورز اللي معاكم هيراجعوا السي فيهات، وانا يعني ممكن اشارك برضو معاهم. يعني انتوا كده كده في تاسك بعد ما حضرتك تخلص محاضره النهارده ان انت تعمل سي في. تمام؟ السي في ده مش بس بنقدم بيه على شغل يا شباب، بنقدم بيه ممكن تقدم بيه على انترنشيب في شركه، ممكن تقدم بيه على منحه وغيره. بالظبط. السي في للشغل بيبقى ريزومي، السي في للمنحه بيبقى سي في، بكتب فيه كل التفاصيل. طيب خلينا واحده واحده. طب اقول لكم على حاجه كويسه بدل ما اقعد انا اقرا، ايه رايكم تعملوا ريز هاند؟ طيب يا الاء اتفضلي يا الاء. مرحبا. اهلا. هلا أنا عندي سؤالين. في عندي انا في اللي الأب، عندي سؤال الاول، تفضل. ان انت المفروض تعرفينا بنفسك ومن دوله ايه، أوكي تدرسي فين ودوله ايه. تمام. اسمي آلاء أبو غزالة، عمري 18 سنة، فلسطين غزة، بدرس قانون إنجليزي. اهلا وسهلا باهل فلسطين. أهلا فيك. طيب تفضلي يا الاء. هلا أنا عندي سؤالين، سوري. يعني السؤال الأول تمام. بالسمري أو الأوبجكتيف، إنه السمري بس بخص الاسم ولا ممكن السي في؟ طب ما أنا ممكن يكون في عندي كتير أشياء ما بديش أعملها سمري، يعني لازم تكون مذكورة. حلو. انا بكتب في السمري الحاجات، طبعا السمري ده بيكون جزء من السي في، وبكتب فيه الحاجات اللي هو لو انا اتش ار او مسؤول توظيف وعندي سي فيهات كتيره جدا، ممكن اقرا السمري ده اعرف ايه اكتر الحاجات المميزه في الشخص، بدل ما اقرا السي في كله صفحه او صفحتين، اعرف ايه الحاجات المميزه في الشخص او اللي بتاهله ان هو يشتغل في الوظيفه دي. ده الهدف منه. تمام. فممكن السمري ده او الاوبجكتيف يختلف حسب الوظيفه وحسب الشركه اللي بقدم عليها. يعني لو بقدم في مجال معين السمري هيختلف عن مجال تاني حسب الحاجه اللي بقدم عليها. فهمتي تمام. قصدي؟ فهمت. طيب السؤال الثاني هو بالنسبة للتريننج والإنترشيب والكورس. هلا بدي أفهم فكرة التريننج، هي إشي تعليمي صح؟ يعني أنا ايوه. بتعلم زي كأني. هلا في فكرة التريننج والإنترشيب والكورس، تمام؟ لما أنا بدي أعمل هلا التريننج هو عبارة عن إشي تعليمي، يعني أنا بتعلم، مزبوط؟ أنا بتعلم في مثلا في دورة معينة، والإنترشيب هذا إشي عملي. طب ولا شو؟ إنه أنا بطبق إشي الانترنشيب ده عملي. ان انا بروح بأدي مهام وظيفية زي الموظف كأنه ورك اكسبيرينس كده، ولكن أنا لسه طالب فبتدرب مع حد تاني خبرة أكبر مني في الحاجة دي. في شركة تكون شركة بتقدم على انترنشيب، تقول والله إحنا محتاجين انترنشيب مثلا في مجال المحاسبة، في مجال كذا، في مجال كذا. أحيانا كمان مؤسسات زي الفاو عندنا كانت بتقدم أو بيبقى فيه انترنشيب بيتفتح، وشركات تانية كتير. فالفكرة في الانترنشيب ان انا مش بيكون تريننج او كورس، انا باخده حاجة شخصية او منحة معينة انا بدرس فيها تبع جهة تدريبية. لا، انا بروح شركة وبعمل او بشتغل كده الوظيفة دي بس بشكل تدريبي تحت شخص تاني خبر اكبر مني، عشان انا بتعلم في نفس الوقت بشوف بخوض الخبرة بنفسي وانا لسه طالب. المفروض الوظيفة دي بشتغل فيها بعمل ايه؟ لكن هاي لما أنا أعمل في الانترنشيب راح تكون مدفوعة لأجر، ولا كأنا بتدرب عندكم خلاص هتكون في مش شركات مدفوعة؟ بالفعل بتدفع اجر، وفي شركات تاني لا للاسف، ولكن الغالب بيدفع اجر وان كان بسيط، ولكن الاجر ده ممكن مثلا يكون بدل المواصلات، وبدل مثلا وجبه وبدل مواصلات، بما ان حضرتك او ايا كان الشخص اللي بيروح بيبدا ان هو طبعا بيصرف فلوس في المواصلات وفي الاكل، فهو بيدوله زي بدل عن الحاجات دي. ما بيكونش يعني مرتب زي الموظف، بيكون اقل ولكن بيغطي التكاليف دي. في يعني اماكن ممكن تانية زي انا اسف ان انا بقطعك، ولكن في اماكن تانية مثلا زي المنظمات الكبيره، الفاو مثلا كانت بتدي في الانترنشيب بتاعها $700 في الشهر، فحسب المكان او المؤسسه.
يعني مثلا في شركات أو مؤسسات زي ما أنا بعرف عندنا هنا في غزة مثلا بتعطينا دورة لمدة مثلا شهرين تدربنا على أي إشي إحنا بدنا إياه، وبعد هيك بيكون الموضوع الانترنشيب وهيك أشياء. فإنه حلو، لو هي بتدرب على حاجات شخصية، مهارات شخصية، ده مش انترنشيب. هي ممكن فهمت؟ تعمل كمبيوتر جيك وأشياء زي هيك، يعني أشياء زي بالتكنولوجي ايه؟ حاجات ليها زي علاقة كمبيوتر، بالتكنولوجيا. آه زي كمبيوتر جيك وإشي زي هيك، يعني إشي في الكمبيوتر والآي تي وال. فهي حلو. مثلا أنا كطالبة قانون مثلا ما بعرفش كتير في الأشياء الإلكترونيات، فممكن فأنا بنضم لإلها، لكن مش بتاخد سي في إشي شو خبرتك وشو، لأني أنا لسه عم 18 سنة، فالهي بدها تشغلني عندها، تشغلني عندها على أساس إنه أنا ممكن أكفو أو عندي إشي ممكن أنا أقدر أساعدهم فيه، فهي تمام. بتدربني بعدين أنا عن طريقه بشتغل معهم. طيب انت قلتي حاجة كويسة جدا، ان انت ده بيكون تدريب في الاول قبل الشغل، فده حاجة ليها علاقة بمهام وظيفية. اي حاجة ليها علاقة بمهام وظيفية انت بتتدربي تحت ناس خبرة اكبر منك مثلا في الخبرة عشان تقدري تقومي بمهام وظيفية، فاحنا هنعتبر ده انترنشيب. لو الحاجات دي مش الهدف منها ان انا اتعلم حاجات او مهام وظيفية معينة، فده هيبقى تريننج عادي جدا. بس ده الاختلاف الأساسي اللي تقدري تفرقي فيه ما بين الاثنين. الأمور كده واضحة ولا لسه في مشكلة؟ لا ميرسي. لا. طيب يا أحمد اتفضل. السلام عليكم. أولا وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحمد أبو عيسى من الغربية، بدرس طب بشري في جامعة جراح باشا اسطنبول. ايه دلوقتي كده بفرحني. كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص دلوقتي، أنا طالب مثلا وما فيش عندي أي خبرة ولا في عندي أي مثلا يعني إنجازات ولا كده، فهل يعني العمر القليل بتاعي ده أو الخبرة القليلة بتاعتي ينفع تعمل سي في أصلا؟ ولو عايز اقدم مثلا في اي شركه او كده هتقبلنا الناس ايه، بخصوص ان انا لسه طالب لسه ما يعني ما عنديش اي خبره ولا عندي اي انجازات ولا كاتب في السي في حاجات كتير لاني مش عامل حاجات كتير، فهم بيقبلوا على اساس ايه؟ او يعني هينفع اصلا اعمل سي في بالحاجات القليله دي ولا لا؟ هقول لحضرتك. طيب انت ممكن تكون ما عندكش لسه مثلا خبرات كبيره، ولكن زي ما قلت لك هو فاهم ان انت حديث تخرج، ولكن هو بيدور على حاجات معينه. زي ما قلت لك ان انت مثلا، هل انت شخص اكتب، عندك انشطه طلابيه، او مش شرط نشاط طلابي، عامه اعمال خارج نطاق الدراسه، بتعلم من مهاراتك، هل انت بتطور من نفسك، بتاخد كورسز معينه؟ لو تفتكر كده في الاول خالص، يعني خليني اطلع كده كنا قايلين 6 حاجات الاتش ار بيدور عليهم في حديث التخرج. هو فاهم ان انت حديث تخرج، فبيدور عليك ان انت شخص مميز وعندك المهارات دي ولا لا. ما عنديش مشكله ان انت ما يكونش عندك خبره، ولكن عندي مشكله ان انت يعني في ناس كتير جدا ما بيبقاش عندها خبره بس بيدخل بمجرد ما بيفهم طبيعه العمل وهكذا بيأدي بشكل حلو جدا. فانا بس عايز يكون عنده شويه الحاجات دي، ان هو شخص واثق من نفسه، عنده باشن ان هو يشتغل في الحاجه دي، لان لو عندك باشن هتبدأ تعمل الحاجه دي وانت مبسوط، يعني مش انت مجبر على حاجه او بتعمل حاجه وانت متضايق. عندك مهارات تواصل كويسه وبتقدر تتعامل مع فريق وتشتغلوا مع بعض، مهارات حل المشاكل. فلو انت عندك المهارات دي يعني يور موست ويلكم، يعني ده هتبقى حاجه كويسه جدا. طيب تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. تمام كده الصوره وضحت ولا لسه؟ لا واضح خالص. خليني برضو في اها. طيب وفاء أحمد تفضلي يا وفاء. تمام، السلام عليكم. الأول عليكم السلام. أنا اسمي وفاء أحمد، كلية زراعة جامعة القاهرة من مصر. كنت عايز أسأل عن، بك يا باشمهندس اتفضل. زي حضرتك عايز أسأل مثلا لو أنا كنت واخدة شهادة تقدير مثلا أو كده، أي شهادة يعني عموما، أحط فين الشهادات دي؟ برفقها فين يعني في السي في شهادة تقدير في ايه؟ عموما، يعني من أي إنجاز يعني، من الكلية أو بره الكلية يعني. في ال achievements اه ممكن اي تعملي شهاده يعني، ايه بارت مثلا ليها علاقة بال achievements او حتى شهاده وتكتبي تقدير فيها في، الحاجة دي. او حتى شهاده تقدير من الكليه نفسها يعني. حلو، دي حاجة كويسة ممكن تحطيها في ال achievements. يعني احطهم مثلا، لو اي كل الشهادات ارفقها بس مثلا في، اكتبي الشهادة دي ليها علاقة، يا ريت لو التكريم ده ليه علاقة بحاجة
يعني ليه علاقه بحاجه في المهارات الشخصيه او حاجه ليها علاقه بمهارات العمل، دي هتكون حاجه كويسه. ولكن مش يعني خلي واحد مثلا عنده شهادات كتيره جدا، عنده مثلا 30 40 شهاده، هل هيكتب ده كله في السي في؟ اكيد لا. بكتب ثلاث اربع حاجات، اكتر ثلاثة اربعه شايفهم مهمين، ممكن اكتب بعديها كلمه زائد وازود العدد اللي انا عاوزه. بالمناسبه من ضمن الاخطاء اللي الناس كتيره بتقع فيها في السي في، ان هو يقول لك طب انا ممكن يعني اغير حاجه او احسنها بشكل كويس. لا، ما ينفعش ان انت تكتب في السي في او تكتب حاجه هي مش حقيقيه او مش موجوده. ليه؟ لان ببساطه شديده لو الاتش ار اكتشف ده، هو تلقائيا هيعتبر او هيشك في كل المعلومات التانيه اللي انت كاتبها. ما هو طالما انت عندك المبدا ان انت غيرت في حاجه معينه معلومه مش صحيحه، فوارد ان انت المعلومات اللي فوق دي برضو ما تكونش صحيحه. فما تحطش نفسك في الموقف ده. طيب بالنسبة للريزومي، في الوقت تبقى تامبلتس كده جاهزة ممكن نعمله عليها، ولا حتى لو هي مثلا أبيض في أسود، ولا لازم نعمله بإيدينا أحسن؟ انا بفضل ان الشخص يكتبه بايده، لان لما هتكتب بايدك على الاقل الاتش ار هياخد انطباع ان انت كاتب الحاجه دي بايدك. يعني انت يعني عارفه فكره ان هو في شخص كسل مثلا وجاب تمبلت وكتب البيانات. يعني ابسط حاجه اقوله ان انا يعني بتعرف تكتب سي في، عارف تعبر عن نفسك وتكتب لي انت مميز في ايه. تمام، شكرا. العفو يا باشمهندس. طيب يوسف، يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. أنا يوسف إبراهيم، كلية زراعة جامعة ألمانيا. بيك يا باشمهندس. مثلا في ما في وظائف مثلا او شركات او ايا كان بتطلب مثلا حد يعمل انترفيو كده، بيطلب مثلا عدد سنين خبره، مثلا 3 سنين خبره مثلا. ما يعني ماليش الفتره دي كلها، عشان انا ممكن انا اشتغلت فعلا فتره الدراسه ومارست حاجه بعد الدراسه، بس ما ديليش الفتره اللي هو طالبها. فانا اعدي الموضوع ازاي؟ مش شرط، يعني زي ما انت ما قلت، في ناس بتشتغل في فتره الدراسه مثلا حاجه جانبيه، ان هو بيشتغل فريلانس مثلا، او بيشتغل في نشاط تطوعي بيعمل حاجه مثلا زي الماركتينج، فبقى عنده خبره مثلا سنتين هو بيأدي المهام الوظيفيه بتاعه الماركتير. فدي طبعا بتعتبر وبتتاخد في الحسبان ان انت عندك خبره، لان انت عندك شغل اشتغلت في الحاجه دي. زي الجرافيك ديزاين، ممكن يبقى طالب وعنده خبره كبيره جدا، هو شغال وعنده البيهانس بتاعه فيه نماذج كتير وغيره. طيب لو الفرق كبير، يعني الخلاصة يا يوسف، لو فرق السنين الخبرة اللي هو طالبها كبير، بلاش ما تقدمش. إنما لو الفرق بسيط، يعني عادي، لو مثلا فرق سنة مش مشكلة، ممكن تقدم ويكون ليك فرصة. لو أنت خلال السنتين دول كان في مثلا أداء قوي أو كده، ممكن إن هو يقبلك. بس لو فرق كبير، يعني هو طالب مثلا 3 سنين وأنا عندي سنة بس خبرة، فهو بيقول لي المينيمم 3 سنين، أكيد مش هقدم. فاهم قصدي؟ اه فاهم حضرتك. طيب عندك أي استفسار تاني أو حاجة مثلا مش واضحة؟ لا شكرا جدا. شكرا ليك يا باشمهندس يوسف. طيب شروق، السلام عليكم. أنا وعليكم شروق، السلام. كلية زراعة جامعة الزقازيق. كنت أهلا بيك حابة، يا باشمهندس، اتفضل. أنا كنت مقدمة في انترشيب، تمام، في سويسرا، فلسه جاي الريجكشن قبل الميتنج بحاجة بسيطة. مش مشكلة، ماشي. الحمد لله. المهم، يعني انا كنت بعت السي في اللي انا كنت عاملاه، اي كورس اخدته، اي تيم ورك شاركت فيه، اي مهارة جديدة انا عملتها بكتبها، اي تكنيكس اشتغلت عليه وكده. بس هل مثلا يعني ممكن لما اجي اقدم على حاجة تانية، اخص مثلا لو انا مقدمة مثلا عن مثلا انترشيب او البحث العلمي، اخص الحاجات اللي انا اخدتها في البحث العلمي بس، يعني مثلا كورس يعني خاص بالبحث العلمي، التكنيكات اللي اشتغلت عليها وكده، ولا ابعت السي في بتاعتي اللي انا عاملاها مثلا للشغل طيب او اي حاجة؟ يا باشمهندس، انت كنت بتقدمي عن طريق ايه الاول؟ عن طريق ويب سايت ولا ايميل ولا ايه؟ لا، ايميل. اكيد طبعا لو انا كتبت في الايميل الحاجات دي، هيبقى في اولويه ان الايميل بتاعي يتفتح لو ناس كتيره مقدمه، وبعد كده ان هو ممكن يشوف في الريزومي بتاعي التفاصيل اللي هتخليني ليه انا مميز، او ليه تاخدني انا، او اكون انا افضل حد.
مش شرط ان انت كتبت السي في غلط، ممكن تبقى كاتبه كل حاجه صح. يعني كان دايما كده مدرس في الثانويه العامه، مدرس رياضيات، كان مدرس الاستاتيكا والديناميكا، كان دايما بيقول لنا جمله جميله قوي يا شباب، يعني انا اتمنى ان احنا ايه ناخدها قاعده كده في حياتنا. كان بيقول لنا ان انت في فتره الثانويه العامه يعني اعمل بس اللي عليك، عشان بعد كده، او مش شرط في الثانويه العامه بس، اي حاجه في حياتك اعمل اللي عليك، عشان بعد كده ما تجيش تلوم نفسك وتقول ما لو انا كنت عملت كان ممكن يحصل كذا. لا، هو انا عملت واخدت بالاسباب وعملت الحاجه بشكل كويس وما كانش فيه نصيب، فخلاص يعني انا مش حاسس ان انا قصرت في حاجه. فعادي جدا ان انا كنت عامل كل حاجه بشكل كويس، وان هم مثلا لقوا حد اكفأ مني، يعني عادي انا اكيد مش انا افضل حد في الكون، ففي حاجات ممكن تكون مناسبه ليا، ممكن حاجات تانية اكون اديت بشكل كويس، ولكن هم اختاروا حد شايفين ان هو افضل. فيعني ده كان ردي على النقطه دي، ان يعني عادي جدا ان اي حد يترفض، يعني كلنا بنترفض في حاجات كتيره، فده امر عادي جدا يشتغل. طيب شروق، تمام. انت الامر واضح بالنسبه لك ولا محتاجه تستفسري عن حاجه؟ لا انا كنت بس قلت ان في تاب الرفض ان يكون السي في بتاعي ما كانش كويس او ان انا ما خصيتش حاجه. تمام. طيب احنا كده اخدنا النهارده ان المفروض السي في التفاصيل اللي فيه تكون ايه، فانت اللي هتقدري تجاوبي الاجابه دي يعني بينك وبين نفسك. انا مش عارف صراحه السي في كان شكله ازاي، ولكن انت قارني ما بين اللي احنا كتبناه وما بين او اللي احنا شرحناه النهارده وما بين السي في اللي موجود، وان شاء الله تحسني السي في وترفعيه والشباب هيراجعوه معاكي ويدوا لك فيدباك عنه. إن شاء الله. شكرا جدا. العافيه يا باشمهندس. طيب فاطمه. أنا فاطمة طارق، بايوتكنولوجي زراعة عين شمس، تمام. جامعة عين شمس. المهم ايش يا باشمهندس؟ اتفضل. هو في بالنسبة للهوايات، يعني أنا مثلا عندي هواية الكونتنت رايتنج والجرافيك ديزاين تقريبا خمس الصوت سنين بعيد شوية، ممكن تقربي المايك مني؟ تمام. كنت بقول ان مثلا الهوايات برضو تتكتب في السي في، يعني مثلا لو انا متارجته ان انا مثلا اشتغل في مراكز بحوث، بس من هواياتي الجرافيك ديزاين والكونتنت رايتنج وهما يعني خبرة 5 سنين، فهل دي حلو تتكتب جدا. ولا ملهاش لازمة؟ طيب لو ليها علاقة نكتبها، ملهاش علاقة ما نكتبهاش. بس انت كده كده الجرافيك ديزاين انت هتكتبيه من ضمن الكمبيوتر سكيلز عادي جدا، البرامج اللي انت بتشتغلي عليها. تمام. تمام، ده بيساعدك احيانا في حاجات كتيرة، في اعداد محتوى معين، تقرير، وهكذا. تمام. طب بالنسبة للخطاب التحفيزي، هو زي السمري؟ لأن لسه في البريك كان جالي ريجكشن من حاجة يا جماعة انتوا علشان كلكم بسبب جالكم الخطاب ريجكشن من شوية؟ في البريك، والله طيب جالي ميم من ريجكشن من مدرسة ما، وده كان بسبب الخطاب التحفيزي، وحتى كان مكتوب إن طب هما انت عرفتي كانوا ازاي ان بيركزوا هو عليه، المشكلة في الخطاب؟ هما كانوا بعتلي بالريجكشن أنا ليه ما اتقبلتش، الأسباب حلو. كان منها بقى أخطاء مثلا لغوية في سي في، ومن ضمنها الخطاب التحفيزي. تمام، كان في مشاكل. ما هو الفكره يا جماعه ان احنا زي ما قلنا لازم حد غير يراجع، حتى لو انا اللغه عندي قويه في حاجات مش هاخد بالي منها، يعني عيني مش بتشوف الخطأ اللي انا عملته غير لما حد تاني هو اللي يبص على الحاجه، فدي حاجه مهمه تمام. جدا. وبالنسبه للخطاب التحفيزي هو شبهه بس ممكن يكون اطول شويه، لان انت بتكتب باراجراف عن نفسك وليه انت متحفز ان انت يعني تشترك في الحاجه دي، غير السمري خالص. يعني الموضوع ده الخطاب التحفيزي بيكون فيه تفاصيل اكتر كده. الصوره وصلت بشكل كامل ولا يا باشمهندسه؟ طيب في شروق أحمد، تفضلي. ألو، أيوة أنا أنا سامعك اسمي شروق كويس. أحمد، طالبة في تمام المعهد العالي للعلوم الإدارية. سهل. دلوقتي أنا بس كان أول حاجة تسألي ليها، هو أنا لازم أعمل السي في بتاعي على الوورد ولا في أي ويب سايت تاني ممكن أعمله عليها يبقى أحسن؟ ويب سايت
وفي برامج ابلكيشنز على الموبايل، ولكن الافضل ان انت تكتبيه بنفسك. افضل طريقه ان انت تكتبي السي في بنفسك. طيب حاجة تانية، أنا دلوقتي طالبة، فأنا ما عنديش أي خبرة في الشغل وما اشتغلتش قبل كده، ما عنديش أي خبرة، فأنا المفروض أنا في الحتة دي هكتب إيه؟ أو في التعليم بتاعي هكتب بس إن أنا طالبة؟ عادي. طب والخبرة ما بتاعة هو الشغل؟ الفكرة، ما هو لو انت بتقدمي في حاجة ليها علاقة بالشغل، فانت اكيد هم عايزين طلبة، لان هم لو عايزين خريجين انت مش هينفع تقدمي، صح؟ تمام، انا قصدي في السي في مثلا اللي احنا هنعمله دلوقتي، ماشي، ماله؟ إيه هل انا البورت ده مش هكتبه اصلا؟ لا، هتكتبي ان انت بتدرسي في الحاجه دي، هتدربي يعني، هتكتبي ان انت لسه بتدرسي، مش هتكتبي كلمه graduated، يعني مش هتقولي ان انت اتخرجت. لا انا بتكلم على الشغل. لو انت ما اشتغلتيش حاجه قبل كده خالص، عادي مش هتكتبي، ومفيش فيها مشكله، لان هو متوقع ان اللي جاي له ده طالب، هو عامل حسابه ان انا عايز طالب مش عايز حد خبره، لان هو طالب يعني اكيد هو عايز طلب، فاهمه قصدي؟ فهمت، شكرا، هو مش حاجة بالنسبة له غريبة، هو متوقع ده. خلاص تمام. تمام. طيب في حد بس كان بعت حاجة كده نرد عليها بسرعة؟ احنا كده في حد تاني عمل ريز هاند؟ بس ما. طيب ايوه شروق، حابة اسأل. اتفضلي. انا كنت اقول بس شروق لو ما عندهاش أسئلة تنزل الريز هاند، اتفضلي. هلا كنت حضرتك حاكي بنقطة السي في يكون أبيض وأسود على الورد، تمام؟ يعني ما يكون في ألوان. طب ايوه هلا زي مثلا بالنسبة الفورم. لتخصصنا، أيوة تمام، أشخاص بيقدموا طيب ايه لشركات التخصص تصميم الاول؟ وبرمجة حضرتك بتقولي تخصصنا، وسائط انا مش وتطوير عارف ويب، التخصص. نعم، وسائط وتطوير ويب، IT، تكنولوجيا معلومات، حلو جدا، حلو جدا. تمام. فهلا احنا لما نعطي السي في للشركات اصلا هي متخصصه في البرمجه والتصميم، هل منطق نعطيها السي في هيك يكون ابيض واسود فورمال، ولا لازم نكون مصممين والوان بحيث انه يدل على مجالنا؟ في الحقيقة يا جماعة الموضوع ممكن يكون مختلف شوية بالنسبة للجرافيك ديزاينرز وهكذا، ولكن الفيصل في الجزئية دي إيه؟ إن الشركة لو هي عايزة تشوف درجة إبداع الشخص في الحاجة دي، هي بتطلب منه ده. يعني مثلا بالنسبة للناس اللي بتشتغل جرافيك ديزاين مثلا، بيبقى عندها مثلا البي هانس، تحط لينك البي هانس عشان يشوف شغله السابق، أو ممكن يطلب منك حاجة بنسميها التكنيكال تيست، عايز يختبرك انت فعلا بتعرف تعمل الحاجه دي بشكل كويس ولا لا. ان زي ما قلنا لحضراتكم ان احنا الهدف الرئيسي من الريزومي بتاعي او السي دي ان هو يخليني اخد موعد مقابله عمل بس، هو مش الهدف ان هو الشخص هيشوف هيوظفني، هيكون في اختبارات تانية وهيكون في حاجات تانية بعد كده. تمام، شكرا لك. العفو. طيب احنا عندنا في محمد. طيب يعني ناخد سؤال محمد، تفضل. محمد انت عامل ريز هاند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. محمد من غزة، سهلا. بدرس هندسة طاقة متجددة. ما شاء الله. طيب تفضل يا باشمهندس محمد. قلت انا مثلا متخرج جديد، لسه جديد متخرج. مبارك. لا لا، مثلا مين؟ مثلا لسه لسه ما تخرجت. بحكي مثلا انت بتفترض. طيب اتفضل. لسه جديد متخرج، في شركة عارضة وظيفة بدها خبرة 3 سنين. تمام تمام إيه، لو انا لسه جديد متخرج وقدمت على هذه يعني، هل تنصح اني اقدم؟ ممكن اكون انا لسه متخرج جديد ويكون عندي العلم تاع 3 4 سنين. طيب انت قلت يعني حاجه مهمه جدا يا باشمهندس، قلت انا ممكن يكون عندي العلم بتاع 3 4 سنين، ولكن العلم حاجه والخبره حاجه. يعني انت ممكن تمام، تكون درست الحاجه بشكل قوي جدا، ولكن لما هتواجهك ممكن واحد واجهته مشاكل كتير في الشغل وبدأ يحلها وهكذا،
فهو محتاج حد خبرة، عشان مثلا مش هيكون معاك حد تاني يسبورت معاك. يعني غالبا لما انت بتكون حديث تخرج بتكون معاك حد سينيور او حد خبرة اكبر منك يتابعك ويجاوب استفساراتك ويتابعك في الشغل، عشان لو في حاجة انت عايز تعرفها من واقع خبرته. فلو انا عايز حد عنده خبرة يعني غالبا كده انا مش عايز حد لسه عالمه، هو عارف ان انا عايز حد خبرة اكبر، وفي نفس الوقت الراتب هو بيبقى حاطط ده في الحسبان ان الراتب بتاعه هيكون اعلى، فما يتهيأليش ان هيكون ليك فرصة في الحاجة دي، الا لو انت كنت في فترة معينة كنت عندك الخبرة، مش بس معلومات مش بس علم، لا خبرة عملية، انت كنت في تدريبات معينة بتعادل الفترة الزمنية اللي هو طالبها، فما فيش مشكلة. طيب الصورة وضحت يا باشمهندس بشكل افضل ولا لسه؟ تمام 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 شكرا. العلم اشي والخبرة اشي تاني. تمام شكرا. بالضبط، العفو العفو. يعني احنا دلوقتي اخذنا مثلا تريننج ازاي تكتب الحاجة بشكل عملي، هل ده معناه ان حضرتك لما هتكتب السي في مش هيكون في اخطاء؟ اكيد هيكون في اخطاء، وغالبا الاخطاء دي هنكون احنا كمان قلنا عليها، بس انت عشان لسه اول مره فايدك مش واخده على الحاجه، او مثلا عينك لسه ما تدربتش ان هي تلاحظ الخطا بشكل سريع، مع الوقت هتلاقي الموضوع ده مختلف. طيب كان في حد برضو عنده اشكاليه في حته السي في، الكفر ليتر والريزومي؟ طيب باختصار شديد، الريزومي، السي في، الكفر ليتر، الريزومي ده بيكون حاجه باختصار شديد كده السمري بتاعها او التعريف بتاعها، يعني ده فورمال سمري للورك اكسبيرينس بتاعتك والتعليم والسكيلز والمهارات متضافه في اشكال سيكشنز كده او اجزاء. بالنسبه للسي في ده برضو بيكون حاجه بتكون فيري ديتيلد زي ما هو مكتوب كده، تلاقي هنا كاتب لك في الوصف بتاعها فيري ديتيلد دوكيمنت، دوكيمنت فيه تفاصيل كتيره جدا، كل التفاصيل تقريبا بكتبها، الخبرات عملك ومهاراتك والاديوكيشنال باك جراوند كل ده، والاكاديميك اتشيفمنتس الحاجات الاكاديميه كل ده بيتم ذكره او ببدا ان انا اكتبه في السي في. الكفر ليتر ده ببساطه شديده كده حاجه عايز احط بوينتس كده، الحاجات المميزه في الاكسبيرينس بتاعتي ومهاراتي، عشان اثبت للشخص اللي بيقرا ان انت الموظف المثالي للشغلانه دي. تمام، ده الفرق ما بين الثلاثه كمفهوم. الريزومي غالبا بيكون من صفحه لاثنين، مش بنزود عن الصفحتين. السي في ما فيش ارقام معينه، لان كل ما خبرتك بتعلى كل ما عدد الصفحات هتبقى اكبر. الكفر ليتر بيكون صفحه واحده. استخدم الريزومي لو انا بقدم على وظيفه محدده، جوب ديسكريبشن واضح، مهندس زراعي بقدم على مدرب في مجال ما، فحاجه محدده، فبعمل ريزومي وبكتب الحاجات اللي تناسب الشغلانه المحدده دي، to apply for a specific job. بالنسبه للسي في لا، انت بتقدم او غالب الاستخدام بتاعه بتكون حاجات اكاديميه او منح وغيره. بالنسبه للكفر ليتر، اصلا الكفر ليتر انا مش بستخدمه لوحده، بستخدمه مع حاجه تاني زي الريزومي او السي في وانا بقدم، يعني زي ما بنقول كده بيدي باك جراوند عنك وعن اهم المعلومات بتاعتك، انما هو لوحده الكفر ليتر مش بستخدمه لوحده، يعني ما ينفعش اقدم على حاجه بالكفر ليتر بس، استخدمه مع السي في او الريزومي بتكون حاجه اضافيه. تهيألي كده التفصيل واضح. ده بالمناسبه البارتيسيبنت جايد اللي انتوا هتاخدوه فيه تفاصيل وفيه معلومات، عشان لو ما حدش لحق يكتب حاجه هتلاقوا فيه التفاصيل دي كلها ومتنسقه بشكل كويس، بس انا كنت بعمل عليه شويه تعديلات كده هخلصها وابعته لكم ان شاء الله. طيب في الشخص اللي كان كاتب على الشات عايز يراجع على الفروقات، اتمنى تكون الفروقات كده بقت واضحه. كفر ليتر يا شباب احنا مش بنحطه الا لو ال اتش ار طلب منك ان انت تضيف الحاجه دي، لو ما طلبش انت كده كده بتكتب تقريبا كفر ليتر وانت بتبعت الايميل اللي هو السامري اللي حضرتك بتكتبه. فده اجابه سؤال رن. طيب انا شايف في ناس رفع ايديها، فخلينا هاجر، اتفضلي هاجر. كان عندي سؤال كده اللي هو عشان اكون مثلا، هل هو ما عندناش مشكلة تسألي، ولكن قولي لنا مجال دراستك ومن مصر ولا من بره مصر؟ ماشي، انا كلية زراعة جامعة المنيا مصر. تمام، كان سؤالي اللي هو عشان اكون مميزة مثلا، هل هو في سن معين اكون مجهزة فيه السي في بتاعي،
ولا مش مقتصر يعني مش متوقف على سن معين أو فترة معينة؟ حلو. طيب خليني اقول لكم على حاجه، احنا اسم المحاضره حتى جوب هانتنج، اقتناص فرص. التعود كده ان انت اي فرصه هتجيلك في حياتك مش دايما هيكون عندك وقت تستعد، يعني مش دايما، احيانا ممكن تلاقي فرصه حلوه جدا جدا وانت شايف ان انت شخص مناسب ليها بس لسه محتاجه تكتب السي في، هيبقى شعورك ايه ساعتها؟ ان انت مثلا الديدلاين عدى وما قدرتيش تقدمي عشان انت ما كنتيش جاهزه او ما كنتش مجهزه الحاجات دي، هتشعري بالندم. فالشخص اللي بيقتنص الفرص بيكون هو دايما جاهز عشان لما الفرصة تيجي يقتنص، مش بيبدأ يستعد لما يشوف فرصة قدامه. تمام يا باشمهندس؟ خلاص يعني المحاضرة تنتهي، فأتمنى إن احنا نكون استفدنا. بجد كنت مبسوط جدا إن أنا كنت معاكم. خلينا ننهي المحاضرة بحاجة صغيرة كده. عايز كل واحد من حضراتكم يكتب لنا في الشات دلوقتي ايه اكتر حاجه استفاد بيها النهارده، مش شرط معلومه، ممكن حاجه غيرت في تفكيرك، حاجه انت كنت بتفكر فيها بشكل معين اكتشفت ان الحاجه دي لا مش صح وهكذا. فاكتبوا لي كده في الشات، وفي نفس الوقت دي هتبقى حاجه زي مراجعه لينا نفتكر الحاجات المهمه اللي اتقالت في الشات، حاجه اثرت فيك انت بشكل شخصي، مش يعني اذا كانت معلومه او حاجه اثرت فيك بشكل شخصي ممكن تكتب لنا، كل واحد يكتب لنا حاجه بالنسبه له دي كانت زي كده ما بنقول، شفت كده لما حد بيفكر وجات له فكره كده او اللمبه نورت او حسيت ان الحاجه دي بالنسبه لك انا كنت محتاج اسمعها، اكتب لنا حاجه واحده انت شايف ان دي اهم حاجه انت سمعتها النهارده او اثرت فيك. طيب منى بتقول ان هي كان بالنسبه لها حاجه حلوه ان هي تجرب تكتب الاوبجكتيف بايديها اول مره. ياسمين عرفت الاخطاء اللي المفروض ما تعملهاش في السي في. رنا اكتشفت ان السمري او ان انا اكتب ايميل او فورمال ايميل دي حاجه مهمه جدا، ان هي كانت بتبعت بشكل مباشر. مار بيقول كتابه السي في وترتيب الاوبجكتيف، احنا بنرتب فعلا الموضوع لازم يكون مترتب بشكل قوي. احمد حسن استفدت خبره كبيره جدا، شكرا يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله ليا وليك ولجميع الحضور يا رب. طيب هاجر بتقول استفدت ازاي اختار الفاظي في السي في، والتحفيز جامد جدا، اتمنى التحفيز يعني يستمر. بس انت بتقول في السي في كنت محتاجه اعمله بصراحه السيشن في وقته. طيب توفيق يا بسنت، حاولي تعمليه بقى، ابداي النهارده او بكره ما تاخريش الموضوع. طيب بيدو احمد البيرسونال انفورميشن اكتب ايه وما اكتبش ايه؟ احنا قلنا ان احنا حاجاتي الشخصيه او حياتي الشخصيه مش شرط ان انا اكتبها، او القاعده اللي كنا بنقولها اي حاجه هتخلي الاتش ار يفكر او ياخد انطباعات بلاش نكتبها خالص. طيب معانا شروق بتقول كانت فكره الموضوع السي في وحاجة صعبة لكن الموضوع طلع بسيط. تمام يسوق. تمام صلاح بيقول فكرة ان انا مش فورمال ان انا احط صورتي في السي في. اخر جملة حضرتك قلتها ان مش بستنى الفرصة تيجي وبعدين استعد، لا ببقى مستعد ومنتظر التنصت. دي من ضمن الحاجات يا جماعة اللي لازم تمشي بيها بمبدأ في حياتك كده. حتى في جملة كده كانت موجودة في كتاب قرأته اسمه نظرية الفستق، كان قايل جملة كده عظيمة، بيقول لك إذا دقت الفرصة على بابك فادعوها للمبيت. أنا بس عدت بس كده من قدام الباب، خبطت على الباب، يعني امسك فيها بإيدك وسنانك يعني لو جات لك فرصة. رقية كل ما زادت خبرتي واستغلت مهاراتي ووظفتها في المكان المناسب هتفيدني جدا. كنت بعمله في الحاجات الغلط اللي في السي في. ماشي يوسف فكر بعقلية الاتش ار، دي اهم، دي القاعدة رقم واحد. كويس يوسف ان انت فكرتني، انا بحب الملخصات اللي في الاخر دي عشان بتفكرنا بحاجات. شباب انا نسيت اقول لكم القاعدة الاخيرة بقى. القاعدة الاخيرة ان لو الاتش ار طلب حاجة في الاعلان نفسه بلغي اي قاعدة تانية. يعني لو السي في او الاعلان نفسه الاتش ار طلب منك ان انت تكتب العنوان، ما تقولش لا انا مش هكتبه عشان محمد حمدي قال لي ما ان مش فورمال ان انا اكتبه. مش فورمال لو الاعلان مكتوب عادي، بس لو الاتش ار طلبه هو ممكن بيقسم تقسيمات جغرافيه معينه. احيانا الاتش ار بيطلب الصوره، ساعتها ممكن احطها. وعشان اكون صريح معاكم، الفرق ما بين الاثنين ان احيانا لما بيبقى في بوزيشن معين هتقعد فيه مع الرئيس
مجلس اداره مثلا، او سي او المدير التنفيذي، او هيد الاتش ار، حد مهم في الشركه وعنده انشغالات كتيره، ممكن ينسى الاسم، بس لما هيشوف شكلك ويرجع يراجع السي فيهات اللي في ايديه هيفتكر الشخص ده اللي كنت قاعد معاه وقال لي كذا، او كنت معجب بطريقه تفكيره. فدي الحاله الوحيده اللي هم بيحتاجوا فيها الصوره بتاعه السي في عشان تبقى فاهم، حتى لو طلب بيبقى طالب. فدي حاجه كويسه جدا ان احنا نقولها او افتكرناها يعني. شروق بتقول ان ما كنتش اعرف ان انا لازم اكتب سمري، من ضمن الحاجات المهمه جدا. الاتش ار صدقوني مش بيقرا السي في كله اكتر من حد قال السمري والنيه حسب المكان اللي ببعته، بعدل السي في بالظبط. يا بيدو، يا احمد، يا سامح، طريقه التنظيم مهمه جدا، ده الحاجه اللي بتمثلك تفكير الاتش ار. طيب سنين تقول عرفت ازاي تكتب السمري. طيب في ناس ما كانتش، حلو جدا، حلو ان احنا بدانا حتى نفتح افكار. وزي ما قلت لكم الحاجات دي هيبقى ليها ريفرنس، لو انت حابب تطلع عليها او تاخد كورس مثلا في الفورمال ايميل وغيره هيبقى فيه مراجع للحاجات دي. يعني يا جماعه انا طولت عليكم النهارده وما شاء الله يعني الناس كاتبه حاجات كتيره جدا، مش عارف هنلحق نقرا الكلام الجميل ده كله ولا لا، بس عشان ما اطولش عليكم يعني نكتفي بهذا القدر. بشكركم جدا على وقتكم وعلى مشاركتكم معايا، واتمنى لكم حياه مهنيه مليئه بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، شكرا لكم يا شباب، نلقاكم على خير بقى ان شاء الله في محاضره السيلز سكيلز. بس احنا اخذنا حاجه في كده منها صغيره، وهي حته الفيتشر والبنفيت، وان انت توضح للشخص ده هيعود عليك ايه كشركه. نتكلم عن السيلز سكيلز ان شاء الله في المحاضره الخاصه بيها، والقاكم على خير.